السلام عليكم. إن شاء الله بهذا الفيديو راح نبلش تصميم البيم. طبعا مثل ما شفتوا بالفيديو السابق، الفيديو السابق تعديل لبعض الايرور اللي صارت معي بالبرمجية، برضو صار برضو بعض التعديلات خلينا نحكي لكم اياها. بس خلص هسه التعديلات يعني ما راح تأثر علينا، يعني او انتوا لحالكم راح تعرفوا كيف تعملوها. التعديلات هي كالتالي: صارت الهيدن بيم عندي من 50 لـ 20. ليش؟ لان لما جربت اصمم او اطلع تسليح وكذا 60 ما فرقت عن 50 ابدا، ف 50 مشيك و 60 مشيك، ليش ما اطلع ال 50؟ فخليته 50 في 20. هاي لو اجي اضغط عليه ضغط يمين اشوف الخاصيه اللي عندي، لا هاي بيم 1 بدنا شيء امسحه، بيم سماك عرضه 25 سماكته 20، تمام اموري تمام. هذا هيدن بيم ما ببين عندي بالسقف، تمام. وحطينا هون دروب بانل، المره الماضيه عرفنا كيف حطيناها. وحطيت انا هون هذا كان عليه تايز ريبارز، وحطيت هذا كولوم كابيتال. كولوم كابيتال اللي هي لو اجي اعمل اكسترود فيو، لاحظ عندي كيف شكله بيطلع، بيطلع عندي كالتالي، بيطلع وبهاي المنطقه صار عندي تاج. هذا التاج بكل بساطه انا بحثت عنه، افضل خيار له هو كالتالي: البارلل تو اكس 2 هي البعد زائد 300، بعد زائد 300 وهي دائما 600 اللي هي ارتفاع التاج 600 ملي، يعني 60 سنتي. يعني انا نازل لهون يعني هاي المسافه من فوق لتحت 60 سنتي، وال 300 انه زادت الابعاد عن الكولوم 300 من كل اتجاه او 150 من كل اتجاه. لما شيت على البانشنج طلع نوت كالكوليتد، لانه لما صار عليه تاج بطل في عليه بانشنج شير، خلص ارتكز وبطل مستحيل يصير له بانشنج، تمام. وهاي هيدن بيم عندي بكل مكان. هسه شو بدنا نعمل؟ بدنا نصمم البيمات. بس خلينا نشيل الاكسترود فيو واشيل البروبرتيز، تمام. هسه السلاب طبعا اخر تسليح وصلت له هو عباره عن بعد ما غيرنا ما تغير اللود غير تسليح السلاب، صار عندي كالتالي: البيسك مش 5 فايت مش اكسترا ستيل، في عندي اكسترا ستيل عند بعض الاعمدة، عندي هون 2.16 وعندي هون 4.16، هون سيخ هون سيخ 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 سيخ، يعني بس اضافة سيخ زيادة يعني من شليه العظيم. سمكتها 20 دروب دروب بيتل وتايز ريبورس عند الكولومات اللي انا اخترتهم. هسه بنبلش ايش تصميم البيم. تصميم البيم ان شاء الله بهذا الفيديو راح نصممه على السيف، وراح نصممه على البروكن وغير البروكن، يعني البروكن راح نعمل تشيك بس يعني، وغير البروكن ان شاء الله الفيديوهات القادمه لما نفوت على الايتابس راح نصمم على الايتابس، يعني راح نشيك على الايتابس. يعني احنا بدينا هذا الشغل راح نعيده على الايتابس المرات الجايه، يعني ان شاء الله فيديوهات طويله، يعني هاي الدوره راح تستمر فيديوهات كثير، واي تعديل حكيته انا من هون يعني ان شاء الله من هون لشهرين اي تعديل راح ينعاد التعديل، تمام. هسه زي ما قلت لكم هسه بس تحكي ملاحظه بالسلاب. لما حب السلاب لو حكيت انه انا بدي تسليح 5.12 شبكة، تمام، بلاحظ عندي انه السلاب كامل بحاجة اربعات، تمام، ما عدا بعض المناطق هون 5 وهون بحاجة 9 و8. طب هون ليش احتاجت هاي 7 وليش احتاجت 8 و9؟ خليني ارجع للمومنت ستريب. المومنت ستريب بلاحظ كالتالي: بلاحظ انه المومنت جرام هون فجأة واصل بوزيتيف 40، هون واصل بوزيتيف 40. طب انت بدك بتصفن بتحكي هاي المنطقة عبارة عن ركيزة سبورت، هذا البيم صار زي كأنه سبورت، طب كيف هذا السبورت عليه بوزيتيف مومنت؟ فأنا راح أحكي لك شغلة. عندك هون احتمال البرنامج مشرد في ايرور، احتمال ثاني أنا مخربط من النمذج، يعني هون هو أصلا السلاب مش مرتكسي على البيم، فبالتالي حدث عندي وكأنه بوزيتيف مومنت، فبالتالي هاي المنطقة أنا أهملت إنه عليها بوزيتيف مومنت عالي. يعني ما راح اجي انفذ بالواقع احط هنا بحيله بس 3 سياخ زياده، لا هاي المنطقه اصلا فيها رف، يعني ممكن لما نصمم على تابس هاي المنطقه ما نشوف فيها مشكله، تمام. كانه بتوقع على اللاير بي نفس الفكره في مشكله فيها، لا ما فيش اي مشكله كبوزيتيف مومنت كانك اشوف هون ما في مشاكل بالمنطقه هذيك. وكتسليح نفس التسليح اتوقع ما راح يفرق معي 5.12 كتسليح تسليح اللاير بي انا بدي اظهر هيو 5.12 على البوتوم بكل مكان طلع هيو 5.12، وعلى التوب راح يكون نفس الاكسترا نفس المكان هذاك، يعني لو بدي اجي على التوب
هيو على التوب الحديد، هذا العمود وهذا العمود وهذاك العمود كلهم عليهم بدهم حديد اكسترا، لما تطلع بيطلع نفسه، فبتعمل انت شبكة حديد. تمام، هسا نبلش بالبيم. كيف نعمل البيم؟ بكل بساطة في عندك هون شو بيم فورسز على الالتيميت، ونركز الالتيميت بديش اخربط زي ما صار هذيك المرة، تأكد انه الكيسز تبعت الالتيميت، الكومبينيشن تبعت الالتيميت هي عبارة عن ديد ولايف وسوبر ديد. خلص معناته اموري تمام. شو بعمل؟ بعمل شو بيم ديزاين، او هاي ميجر مومنت، فهيك شكل المومنت ديجرام عندي عادي. هاي قيم، فاعلى قيمة تسليح هون اعلى قيمة مومنت هي عبارة عن سالب 43، فهاي المنطقة بدها نيجاتيف مومنت، بدها حديد علوي بمختار سالب 43. تمام، السالب هاي 43 كيف ممكن اطلع تسليحها؟ ممكن انت من البرنامج تعمل زي هيك، فانت هون بحاجة تسليح علوي مقداره مقداره هون حط لك تطلع 209. طب انا راح اسليها 209، لا في عندك رو مينيمم خليها جنب. هون البوزيتيف مومنت برضو بنفس الفكره، هون نيجاتيف مومنت نفس الفكره. فهون هذا البيم راح يحتاج انت عند بعض المناطق مينيمم، هون قاعد بيعطيك الاريا اللي انت بحاجتها بس انت ما راح تصمم عليها، هو مش معطيك المينيمم رينفورسمنت. تمام، هاي المنطقة بحاجة حديد تسليح تقريبا 756، هو هنا يعطيك الماكسيموم مومنت والماكسيموم هاي. تمام، فأنت شو بتعمل؟ بتجيب مساحة البار على الشيت هاي، هذا اللي عملناه الاريا اوف ستيل اللي طلعت معك، او انت بتقصن بتقدر هون تقول سي برايم 30. عرض البيم انا عندي 500.5 متر، وعندي اللي هي 20 ناقص كفر اللي هي 13. مومنت اللي هو قداش الماكسيمم مومنت؟ الماكسيمم مومنت عندي شوي طلعته اللي هو تقريبا سالب 43. فتلاحظ انه هو بحاجة مساحة 772، وطلع البرنامج كم طلع لي اياها؟ شلون هون شوبيم ديزاين طلع لي 764، يعني المانيوال ما فرق بشكل عظيم. هو بحاجة تسليح 4 فاي 16، فهذا البيم بحاجة علوي هون 4 فاي 16. في الأماكن الثانية زي ما قلت لك، شوف الرو مينيمم قديش الرو مينيمم، ما هذي له الرو مينيمم 266، يعني لو أنا جيت حطيت هون 266.4 أنا مثلا بحاجة 16 13 4 فاي 10، بس انا بدي اشيك سبيسنج، بدي اشيك سوالف شيك. طبعا لما انت تغير هاي اعمل كنترول زد مباشره، لانه هاي مبرمجه، هاي مبرمجه. تمام، انا ما راح اشيك هون بصراحه، انا هاي بصراحه لو بدي اصممها بالنسبه لي وطبعا المنطقه هاي كلها على ايتابس، على ايتابس راح يظهر لك قديش بده مومنت هون، قديش بده مومنت هون، قديش بده تسليح هون بالفاصله. بس هسه بدناش الايتابس، احنا كفكره تسليح انت عرفت انه انت هون بدك تسليح مقداره كذا، فقديش بدك سيخه هاي المنطقه، وانت راح تعمم على الباقي طبعا. يعني ما راح يعني ما هذا البيم كونتينوس بيم ماشي، انا رسمته من سنتر لسنتر، بس انت راح ترسمه كانه كونتينوس بيم، فانت اكيد كونتينوس بيم بدك تحط تسليحه يعني بده يكون متساوي، او ممكن تقلل باماكن معينه ما لناش فيها. احنا خلينا وين نروح؟ على بروكن، برنامج البروكن. وانا ما حطيت كيف يتنزل باول فيديو، لاني ما كنت اتوقع اني استعمله بصراحه. قلت لكم انا كل حديث تخرج يوم عن يوم بكتشف معلومات جديده، برنامج ما كنت اشتغل عليه، بعدين اكتشفت انه برنامج جدا ممتاز، ممتاز للتشيك. برنامج البروكن سهل تنزيله ترى، ما غلبنا زي السيف والايتاب. فوتون كونكريت، انا هون مع الماكسيمم مومنت، انا هون خلص انا عندي ثقه انه السيف اموره تمام. تمام، فشو بعمل انا؟ اذا بدي انا عملت المقطع، يعني بدي احط له انا المومنت، احط انا كونكريت سكشن. تمام، كونكريت سكشن. فاذا انا بدي امسك وكاني انا بدي اخذ هاي سبان كامله، تمام، بروح بحط ايش؟ كونتينوس بيم. هنا بشرط بدك تحط انت الاحمال، يعني انت بس تخلص هون بدك تروح على خيار سبانز، بدك تعرف انت السبان، بدك تختار السكشن، بدك تختار السبورت، بدك تختار اللود، بتحط اللود وتحط اليونيفورم لود. اصلا اللود معك اللود على البيم، بس ما كانش اللود الجامعي مثلا، بدك تضطر تحسبه، بدك تضطر تحسبه يدوي، هذا جزء شوي صعب. من هيك انا خلص بتحقق اذا انه السيف اعطاني تسليح صح ولا لا، بس قديش بدي حديد بالضبط. شو بعمل انا؟ الانبوت قديش الالتيميت مومنت؟ التيمت مومنت من السيف طلعنا هون انه 43.
طيب تورشن، ليش اصمم على تورشن انا؟ لانه بالعاده ما في تورشن كثير. شير فورس بتروح تحط ايش؟ ميجر شير، هاي الشير فورس بالمنطقه هاي 31، بس انا ما راح اصمم على هاي المنطقه. بس هون الماكسيمم كانها هون عند المنطقه هاي اللي فيها تخلف، فبالتالي لما اشوف كل القيم المنطقيه ما عدا هاي المنطقه، ما انت المنطقه فيها ايرور بالنموذج حتتغاضى عنها، تغاضى عنها. فشو انت تعمل؟ لو انا قاعد بصمم بالبيم هذا، تمام، انا قاعد بصمم بالبيم هذا، ما بدي اصمم بالبيمات الثانيه، البيمات الثانيه نفس الطريقه، انا قاعد بصمم بالمنطقه هاي، بس هاي المنطقه بتشوف قديش بحاجه التسليح، فهاي عليها مومنت، اي عليها شير بمقدار 31 كيلو نيوتن، تمام. هذا البيم كم؟ 500 مليمتر. ارتفاعه كم؟ 200. انا ما بدي اياه تي سكشن ولا هاي، فبالتالي بليو فلان زيرو زيرو، وانا بدي اياه مستقل. ايش الكفر؟ السنترويد 40 40 40، انا حاطه اف سي برايم عندي 30 420 280. الريستريبيوشن هاي بالعاده صفر مشان ما تاثرش الجانب قاعد، وانا الكود اللي بصمم عليه اس اي 318 14. شو بعمل هسه؟ بحط خلص، انا هيك حطيت المعطيات، ايش بعمل؟ مش معطيك ايرور، تمام، بحط ديزاين. حطيت ديزاين، احط ديزاين، هو قاعد بحكي لي انه عندك هون المومنت 108 مومنت، خلص ما لكش فيه هذا، لكن الاريا اوف ستيل 772. هاي طلع هون 764، وعلى المانيو طلعت معي ترى 762، الرو مينيموم 267 اللي هي 266.5. شو بستنتج؟ انه هذا نتائج قريبة من المانيوال. طب نتائج السيف خطأ؟ لا يا ابن الحلال مش خطأ، هاي تسليح 764 10 ملي متر مربع، ما بتفرق. هاي برنامج ماخذ بعين الاعتبار الشرينكج والتمبريتشر وكذا، وقايل لك قديش الاريا اوف ستيل مينيمم، وبقول لك انه ما في داعي لحديد علوي، الاريا اوف ستيل ده زيرو، يعني انا ما بدي اسلحه دبلي. الفي سي 53، وانا اصلا هاي يعني انا هون انا مش بحاجه تشير، بحاجه تشير، تمام، عشان انا مش مصمم على تورشن، فبالتالي انا بدي 4.16 3.20 و 2.25، تمام. انا بالعاده بدي اروح على الاقتصادي اكثر من الاقتصادي، الاقتصادي 4.16 هي معطيك ريال 804، هي 942، وانا اصلا هي 772، بدي اخذ 804. هيك انا بحكي بين تسليحه 4.16. قديش الكانات؟ بقدر احط كانات 2 يعني 2 ليجز عمرها 850 ملي، او بحكي 2 كانات فاي 10 250 سنتي، فأنا بستعمل هاي وبكثف للثلث والثلثين. بالتالي تسليح البيم هاز، ونرجع للملف في الوورد، بنحكي هون بيمز بيمز، عندي أنا البيمز هو عبارة عن هيدن بيم، هذا الطابق الأول كله عرضه 50 وارتفاعه 20، تسليحه 4 هاي 15. طبعا هذا ايش؟ هذا توب، تمام، ركز على شغلي، انا لما حطيت له المومنت هون 43، بس انا قصدي في نيجاتيف مومنت، تمام. هذا انا بحكي عن المومنت، وين المومنت اللي بالمنطقه هاي، النيجاتيف مومنت اللي هون وان وورد 4.16 التوب عند النيجاتيف مومنت يعني المفروض فيها، تمام. 4.16 توب، شير قديش؟ بحكي 2 اركان توليكس من اي 10 فاي 10 كل 250 ملم كل 25 سنتي، تمام. هذا هو عندي هيك تسليحه. كذلك لو بدك تصمم على البوزيتيف مومنت اللي هو، خلينا نشيل نرجع للمومنت، انا عندي فهاي المنطقة عليها تقريبا 10، عليها تقريبا 10، انا ما راح يتغير عندي شيء. طبعا هون كالكوليت شيت بعطيك
هاي وبيعطيك details calculation، بيعطيك إنه تسليح، بيعطيك القوانين اللي أخذناها بال RC كاملة، وبيعطيك يعني كيف manual كامل، بيعطيك تسليح المانيوال. هاي بيعطيك تسلح كل إشي. تمام، إحنا خلينا هون نحط ال 18 مثلا. شير مش مشكلة، شير ديزاين. قال لي هون الاريا اوف ستيل مينيمم، شوف هون سلحها المينيمم، استعمل انا ايش؟ هاي 10 باي البوتوم، البوتوم يعني 4 4 فاي 10. كانت عندي نفس الكانات اللي فوق. تمام، هسه في شغله، هسه انا بقدر اسلح بيهم على 4 فاي 10. ارجع للكود، ممكن هنا غلطان ممكن عادي، في النهايه لاحظ انه حط لك 4 كان التشيك سبيسنج. في عندي هون شيت اكسل، راح هذا الشيت مش انا عامله، هذا مهندس في نقابه المهندسين الاردنيين عامله، وهو كان هيك يعني مومنت. تمام، نفس تقريبا بطلع نفس النتائج اللي انا عاملها بالتسليح تبعي، بعطيك المودفايرز تبع الاي كراك والسالفة هاي، برضه تحطيت له اريف ستيل بيعطيك عدد الكرات زي اللي انا عامله تقريبا، برضه تحطيت له 4 فاي 12 قديش بعطوك مساحه، بعطيك برضه تسليح الشير ايش بحتاج. هون اصلا البرنامج يجي له هون خلص يصمم لي شير. تمام، يصمم لي شير، فبيعطيك قديش بده مساحه، يعني مثلا اعلى مساحه 1018، فانت لو رحت على الشيت 1018 افرض اني بدي 2 لكس، بعرف لكس لكل استراب، عدد الكنات بالمتر هي 5 كنات انا بدي مثلا، واربعة لما احط انا 150 سنتي، فانت لك 2 لك باي 14، هذا على اعلى بيم، انا ما بعرفش هون قديش طلعت الاريا، هون مش بعطيك قديش اريا، بعطيك اريا بمكان معين، مش عارف وين هي هاي المنطقة الضاربة، بس هون زيرو يعني انه هون ما بدهاش، يعني انه هون مينيمم، وانا اصلا البروكن قديش طلع لي؟ طلع لي انه ما بدي، اياها زيرو طلعها، بدي اياها زيرو. بس احنا نصمم على المينيمم، كأنه المينيمم حتى بالبروكن كانوا قايل ليها 652، الواجهة هنا 602 لج 4 فاي 14، مش مشكلة ممكن عادي هذا خطأ لأنه شيت اكسل هذاك بروكن مش مهم، بس المهم على السبيسنج، السبيسنج عندي 500 بارت 500، الكلير كفر عندي 25، والديميتر لللينك اخترت فاي 10، المير بار 16. انا قديش اخترت 4.16، فبالتالي السبيسنج اوكي، والسبيسنج بين بار 122 ملي، فبالتالي هون السبيسنج بارز هي عبارة عن 122 ملم. تمام، بالخصوص البيم الثاني اللي مش البيم اللي هو السفلي الحديد السفلي نفس الشيء، بس هون المين بار 10، نفس الفكرة 130 هيك. أنا لو بدي يعني أنا أروح على أوتوكاد وأرسم مقطع من البيم ما كنت، اللي خليني أروح على أوتوكاد. المهم هاي الأوتوكاد فتح معنا، طبعا الأوتوكاد لو بدي أرسم أنا على فرض هاي layer beams، عندي مستطيل عرضه عبارة عن 0.5 و لا خربطت انا طبعا زمان استعملت الاوتوكاد بس عليها، عرضه 5 وارتفاعه 0.2. تمام، هذا البيم اللي عندي 50 سنتي ب 20 سنتي. بعدين في عندي المستطيل، بعدين بدي عندي انا الكفرز، الكفرز عندي عباره عن 40. تمام، كان عندي حديد التسليح هو عبارة عن فاي 16، فخليني بس إني أعمل له أوفسيت على 0.08. تمام، وهسه بدي أرسم حديد التسليح، حديد التسليح بدي أعمل دونتس، القطر الداخلي لها حديد 16 وبتاع 16، مشكلة من امبارح. مشكلة
الفيلم امبارح شغلة الدرس بطلت معي. اي مش طيب، مش مشكلة مرة ثانية. خلني اعملها هاي كوبي. تمام، فهسه انا هاي بدي هاي خليني اعمل لهاي ايش اذا كان بترسم لك بس السكشن. اعمل اري بعث اري هذا المسار. تمام اوكي، بس هاي الاري بدي اعملها تعديل. بدي احط ايش ايدد الايتمز كم عباره عندي 4. تمام، فهي كان زي كاني حطيت تسليح 4 واتوقع يعطيك كل مسافة بينهم تلقائي، ما اعطاك بينهم احنا اصلا حسبناها، واعطاك اياها بون 13. لا هي مش مشكلة، هي الفكرة مش مهم كسكيل. هيك انا ايش قسمت التسليح للبيم. طبعا هذا مش انا شوب درونج، مش شوب درونج هذا طبعا، بس هيك فكرة انه المقطع عندي طب هيك عندي 4.16، عندي حديد فوق بهذا الشكل وهاي الكانة تبعته وهذا المقطع عندي كامل. بس هاي فكرة البيم انه هيك طلع تسليحه بما انا حطيته 4.16. اذا بدي ابو توم نفس الاشي برسم 4 تحت بس 5.10 يعني يكون الديمتر اقل. وبس هيك البيم نقدر نقول صممناه. طبعا احنا اي بيم صممنا هذا، اكيد احنا ما راح نعمل هيك على الكل. انت اصلا تقدر تعمم النتائج هاي على الكل لانها هي الماكسيموم، هاي النتيجة هي الماكسيموم. فانت لو صممت البيم هذا كامل طلع امورك تمام، بس زي ما قلت لكم الايتابس بيعطيك نتائج افضل من هيك. بس لحد هون البيمز يعتبر اكتمل، صممناه زي ما لاحظت بكينو مانيوال وسيف وطلع لي نفس النتائج. فبالتالي انت اللي ظل عليك هو بس تتدرب وتحل اكثر. هيك البيم انتهى، السلاب انتهى، الله طلع علينا الكولومز، طلع علينا الفوتينج. فهسه اذا بدي اعمل كولومز راح اعمل صراحه شغله بسيطه، انه انا هذا الاشي اوديه على الايتابس او ارسم على الايتابس واعمل كامل كفلات سلاب لغايه تصميم الكولوم. بس لما نرجع نصمم احنا ريبس او غيره بنشتغل. فان شاء الله غالبا الفيديو الجاي راح يكون تعريف عن الايتابس. فيعطيكم الف عافيه.